في اليوم العالمي للإبصار بينضم لنا دلوقتي عبر تطبيق زوم دكتور إيهاب سعد عثمان، أستاذ طب وجراحة العيون. يعني دكتور طبعا بنرحب بيك في صباح الخير يا مصر. وخلينا في البداية كده، شايف أنه إيه أكتر العادات دلوقتي اللي ممكن تؤثر على صحة العيون والأبصار؟ صباح الخير استاذ جمانة، صباح الخير استاذ محمد، صباح النور يا فندم. خصوصا تقديم مناسبات الاحتفالات ومصر اللي احنا فيه، حضرتك طيب. الروح الحلوه اللي احنا فيها والايام الحلوه اللي احنا فيها برضه. الحقيقه يعني قبل ما اقول لحضرتك العادات، لو تسمح لي ادي حضرتك نبذه على حجم العمى في العالم او فقدان الابصار في العالم. احنا فيه في حوالي في 2022 حوالي 600 مليون شخص ما بيقدروش يشوفوا من بعيد، منهم 43 مليون شخص كفوا البصر، يعني نظرهم اقل من 6 على 60، وده بيدخل في اطار العمى. وحوالي 300 مليون منهم عندهم ضعف شديد في متوسط في الابصار، وحوالي 260 مليون تانيين عندهم ضعف بسيط في الابصار. اشهر الاسباب دي اطفال المدارس او ريفراكتيف ايرز، اللي هي احتياجنا للنظاره. يعني احتياج للنظاره ده بيجي رقم واحد في اسباب ضعف شديد في الابصار، لان في حوالي 161 مليون شخص في العالم بيحتاجوا، عندهم يا اما طول نظر يا قصر نظر يا استجماتيزم، معظمهم بيبتدوا الكلام ده في اثناء الدراسه، ودي من اهم اسباب ان الولد ما بيحصلش في الدراسه. يعني الواحد يقول لك كان والله كان ماشي كويس وبعدين ابتدى ما يقعدش يذاكر يستمر في مجهود قريب، ده بيبقى عنده طول نظر. الطفل اللي ما بيقدرش يقعد يستمر في مجهود قريب، مش بس ان هو عنده فرط حركه او تعبان او مش مركز او مستوى ذكائه ضعيف، لا لا، ده موضوع ممكن يتحل ببساطه بنظاره يلبسها تحل مشاكلنا كلها. عندهم قصه طيب، اعتقد يا دكتور يعني في المراحل التعليميه الاولى ومراحل الطفل اصلا الاولى في حياته، عنده سنه سنتين في البدايه كده، هل الموضوع ليه علاقه كده؟ طبعا اعتقد انه ملوش علاقه بالعادات الخاطئه. هل الموضوع ممكن يكون ليه عامل وراثي مثلا، وكيفيه التعامل معاه هل بتكون سهله؟ الاخطاء الانكسار هي في المراحل الاولى مهمه جدا. وعايز اقول لحضرتك حاجه استاذ محمد، الحول في الطفل اللي هو بيصير الحول عنده من 3 شهور ل6 شهور وطالع، بيبقى تعبير على ان انا مش قادر اشوف في احيان كثيره، وتخلص المشكله بنظاره طبيه بسيطه، تلاقي عين الولد بقت دغري وبقى انتباهه اكثر وفتحنا له رؤيه للعالم حواليه ويخلص هذه المشكله. فدي ليها عوامل، قد يكون ليها عوامل جينيه او وراثيه، ان الاب او الام عندهم طول نظر شديد او قصر نظر شديد. العادات السيئه بقى بتيجي رقم 2. يعني ايه؟ وجدوا ان في الصين اكثر نسب قصر نظر في العالم. اما راحوا شافوا دي وشافوا في مقاطعات معينه ومدارس معينه، لقوا ان الولاد هناك عشان الزحمه ما عندهمش مكتب، فما بيجي يذاكر يروح نايم على بطنه على المرتبه وماسك الورقه والقلم في اضاءه ضعيفه وعمال يقرا، زائد ان ما فيش اوت دور اكتيفيتي، ما بيخرجش في الشمس وفي الهواء وما بيلعبوش رياضه، نسبه الرياضه مش كبيره جدا. وده كان مؤشر خطير جدا جدا ان احنا لازم ولابد ان احنا نغطي هذه الاجزاء، القعده الصحيحه، الاضاءه اللي بتيجي من على يمنا وبتيجي ناحيه الكتاب او اللي بكتب بيه، ما نتكفيش على وشنا واحنا بنقرا. وده يجرنا برضو للعادات السيئه الاخرى اللي ظهرت مع استخدام التكنولوجيا الحديثه زي الموبايلات والتابس والحاجات دي كلها. اتوقع يعني حتى من ساعه ما ربنا خلق انسان الكهف لغايه من 20 سنه فاتوا، الشخص كانت نظرته الاوليه ان هو يبص قدامه. دلوقتي احنا حياتنا باصه لتحت. صحيح. التاثير ده على يعني احنا غيرنا نمط حياه البشريه بالحاجات صحيح. اللي في ايدينا دي، والتاثير ده هيظهر على المدى، وابتدى يظهر طبعا في الاجهاد المستمر للعين. وحتى ان ال WHO حطت ريجيليشنز مهمه جدا، ان لو الطفل عنده اقل من 7 سنين سمحنا ليه لاستخدام الموبايل وحاجات الترفيه ساعه في اليوم، لو اكثر من 7 سنين ساعتين في اليوم. تعالي قولي بقى مين بيسمع هذا الكلام يعني؟ لا طبعا صعب جدا. طيب عايز اعرف من حضرتك يا فندم، فكره التكنولوجي زي ما حضرتك بتتكلم انه كان موبايل، لابتوب، ايباد، ايا كان، يعني هل الفكره بس في البوستشر زي ما حضرتك بتقول، او انه وضعيه النظر، ولا الاضاءه فيها مشكله، الاشعه اللي بتخرج من الاجهزه دي فيها مشكله؟ تمام. هو حضرتك يعني برضو عشان نحط الامور في يعني نصابها الواضح للساده المشاهدين،
احنا الضوء العادي هو الضوء اللي ينبثق من اللمبه، اللمبه ما فيهاش اشعه زي اشعه الليزر مثلا اللي ممكن اللي عامله مشكله كبيره جدا، انت عارفه الالام الليزر اللي الولاد بيلعبوا بيها ممكن تعمل لنا ثقب الشرقيه في مركز الاطفال، لان دي اشعه مركزه. لكن الاشعه العاديه بتاعت لمبه اباجوره او جايه من تليفون او كده، مع التحديثات اللي حصلت في نقاء الصوره وجوده الصوره، ملهاش اثر مباشر ضار علينا. يعني مش عشان نفتح عين كتير، ولكن الاثر التعب بيجي منين؟ حضرتك لو سالتني الواحد بعد شويه بيتعب ليه؟ بيتعب لان احنا عندنا الجسم الفوقاني متحرك وبيوزع الدموع على سطح العين. فلما بنركز عدد ان احنا نقفل ونفتح الجفن الاولاني اللي بيخلي سطح العين رطب وصافي ونقي، بيقل من 16 ل 18 مره ل 10 مرات. وده بيجي في التوتر برضه، الواحد لما يبقى متوتر يرفع حاجبه كده وتلاقي ما بيرمش بالمعدلات العرضيه، فده بيخلي في نوع من الجفاف. ضيفي على ده الساعات الممتده، ضيفي على ده وضع الرقبه والظهر، الاضاءه، ظروف الاضاءه المختلفه، كل دي عوامل بتخلي الواحد يعني بعد شويه بيتعب، وبيربط ده باشعه ضاره جايه من هذه الاجهزه اللي هي الحقيقه ما فيهاش بهذا المستوى من التكنولوجي اشعه ضاره صادره منها. يعني دكتور بعض الاستفسارات سريعا كده من حضرتك، هل التدخين بيأثر على الإبصار؟ التدخين بيؤثر على الأوردة والشرايين بتاعة الشبكية، وده ليه تأثير ضار جدا جدا في مرضى السكر ومرضى الضغط، وقد يؤدي إلى جلطات. التدخين يؤثر على مرضى الغدة الدرقية، ده سبب مباشر في جحود العين، وليه تأثيرات أخرى على حدة الإبصار. نعم. طيب دكتور إيهاب، يعني سريعا جدا بعد إذن حضرتك، خلينا نستغل وجود حضرتك معنا، لو هنتكلم على العدسات اللاصقة، ده على جانب، وعلى جانب آخر بقينا بنشوف إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي لقطرات المفروض إنها بتغير من لون العين، فأنا عايز أعرف من حضرتك أثر إن كان العدسات اللاصقة أو القطرات اللي زي اللي بقول لحضرتك عليها اللي موجودة بالفعل إعلاناتها. أشكرك على سؤالك. من السبعينات القوانين الصحية المصرية تجرم استخدام العدسات اللاصقة من غير الطبيب المتخصص، هو طبيب العيون الاخصائي في العيون، لان هي مواد، ودي احنا من اوائل الدول في العالم اللي اسنت هذه القانون، ولكن للاسف تطبيقه يعني ما بيتمش، ولغايه دلوقتي بنشوف بنات في سن الظهور 16 سنه و18 سنه راحت للكوافير، فتحت درج اداها العدسه عشان عندها مناسبه، انتهت بقرحه ادت الى العمى، عتمات القرنيه ادت الى العمى. يعني برضو يعني من هذا المنبر يا جماعه، الموضوع لا بيتباع في صيدليه ولا بيتباع عند كوافير، طبيب العيون متخصص، ان مفيش عدسه تسأل، محدش عنده جاكيت يلبس كل المصريين، ما ينفعش هذا الكلام، ودي مواد قد تؤدي للعمى، وشفنا وبنشوف للاسف باستمرار هذه الحكايه. فكل الاعلانات والكلام ده كلام مخالف للقانون المصري الصحي اللي هو معمول عشان يهتم بصحه المصريين. ده كان سؤال حضرتك الاولاني. سؤال ثاني كان القطره يا فندم اللي بقول حضرتك عليها. الحقيقه السوشيال ميديا كلها بقت منبر لاي حد عايز يقول اي حاجه في اي وقت كده بيقابلها، وتلاقي الناس اللي عندها امراض لم يجد العلم لها حل حتى الان تنجرف وتنقاد، لان احنا مش قادرين نساعد في بعض الامراض مثلا الوراثيه زي العشاء الليلي مثلا، رغم ان ابتدى يبقى له العلاج الجيني. فالأبارات وكمان عايز انبه لحاجه في منتهى الاهميه في الدنيا او منتهى الخطوره، موضوع الخلايا الجذعيه اللي هو برضه منتشر بعنف على السوشيال ميديا. ده الحقيقه انا ما انزل الله به من سلطان، والخلايا الجذعيه دي خطورتها ان احنا نجربها في امراض معروفه او غير معروفه، ان دي خلايا المنشا. فمن السهل جدا في الوسط اللي بنزرعها فيه تتحول لاورام سرطانيه، هي مش عارفه بتكبر ازاي وفي اي اتجاه، وهتعوض لي النقص في هذه الخلايا ولا لا. فبالتالي احنا لسه بعيد جدا جدا عن استخدام الخلايا الجذعيه غير في حاجات محدده جدا جدا في العيون. فيا جماعه لا ننجرف، احنا الحقيقه برضو من يعني نعمه ربنا ان وسائل السوشيال ميديا دي تسمح لنا ان احنا ممكن ندور على العلم اللي بيثبت الحقيقه دي او ينفي هذه الحقيقه، وده دورنا كاطباء ان احنا نوصل المعلومه. صحيح يا فندم، عشان كده كنا بنحاول ان احنا طبعا عشان كده كنا بنحاول نستغل وجود حضرتك معانا ونسال اكبر قدر من الاسئله. بشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور ايهاب سعد عثمان، استاذ طب وجراحه العيون بجامعه القاهره، بنشكرك يا فندم.